من المفترض أن يلتقي الرئيس الأوكراني بيترو بوروشينكو ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في مينسك بحضور قادة من الاتحاد الأوروبي في محاولة لتهدئة الأوضاع ووضع حد للأزمة. متابعة في الموضوع مع موفدة يورونيوز إلى العاصمة البيلاروسية أنجلينا كارياكينا. العلاقات الاقتصادية، أوكرانيا، الاتحاد الأوروبي، قضية الغاز أو الوضع في منطقة دونباس، تلك هي المواضيع التي ستناقش بمينسك خلال القمة الإقليمية التي ستعقد بقصر الاستقلال. حتى وإن كان الملاحظون لا يتوقعون اتخاذ قرارات حاسمة، فإن بعضهم يتحدث عن حدث تاريخي، عن قمة أو لقاء ثنائي بين الرئيسين الأوكراني والروسي هو الأول منذ نشوب النزاع.